لما يبقى 3-0 في 10 دقائق وبعدين انت كمان عايز تجيب الرابع وعايز تجيب الخامس وبتهاجم وبتضيع، وفي نفس الوقت الفريق المنافس بتاعك مش قادر انه يجاريك، فابتدى يلجأ لبعض الخشونة، وكان هناك تدخلات قوية جدا. للأسف كابتن محمد عادل ما كانش بيحمي اللعيبة. دور الحكم يا كابتن إسلام انه دور ايه رأيك بالمناسبة يا كابتن في التحكيم في هذه المباراة؟ وده كابتن في مرة جيت معاك هنا من فترة وقلت عشان التحكيم يتصلح حاله زي ما عملت السعودية. مظبوط. مش ممكن يا كابتن الموسم الماضي بمساوئه الرهيبة اللي كانت موجودة وتفضل اللجنة هي هي. يعني اللجنة اللي بتحط الحكام والكباتن، طبعا مش هذكر أسماء، لكن اللجنة هي هي اللي اللي هي موجودة، والكابتن عصام أصر إن اللجنة دي تبقى موجودة. وهناك واحد من اللجنة يعني في سيريهات يعني مصر كلها سمعتها، تظبيط الحكام. طب أنا عشان أحترم الحكم أنا كلاعب وأنا كجمهور، إحنا بنشوف في العالم كله صفارة الحكم دي زي القاضي اللي بياخد الخشبة دي اللي بيخبط بيها، كله بيبقى سكوت. يصفر بنالتي ما فيش حد، خلاص اللعيب يديله كارت أحمر متدور وماشي. من إيه؟ من لجنة الحكام اللي بتدي الاحترام للحكم. ما ينفعش أنا بدافع عن الغلط. أنا دافع عن غلط إزاي؟ طب ما أنت كده هتشجع أي لعيب يطلع يعتدي على حكم. هيقول لك اشمعنى انت فلان وهو وادي اهي، اتفرج اسمع الشريط، فلان وفلان بيشتموا الحكم، الكره بتترمي جوه الملعب، البنالتي، الراجل بيدافع عن بنالتي غريب جدا، يقول لك عمرو السليه ازاي يمد رجله؟ تخيل، يعني عمرو السليه المفروض ما يمدش رجله. علي معلوم لا، عمرو السليه في البنالتي اللي حسبت للنادي الاهلي، اوكي، البنالتي يعني يقول لك المسلوسي حمدي يعني ده راجل شايل بطنه ملوش دعوه بالكوره، يعني هو بيشوف حاجه تانية غيرنا. ده انت المفروض حكم بتبقى انت عندك الملاحظات اكتر مننا 100 مره، لان يعني دي شغلتك وده اتقانك. فانا بدافع عن حاجه غلط، طب انت الحكام اللي طالعين جداد والحكام الموجودين دلوقتي، هل انت بالتشجيع اللي انت قلته وبالاداء اللي عمله كابتن محمد عادل، هل هتلاقي الماتشات اللي جايه في احترام للتحكيم؟ هل احنا مش اول ناس يا كابتن، وانت بتمثل يعني في قناه الاهلي في قناه مهمه جدا، وانا كراجل كمدير فني وراجل قطاع ناشئين واول اخره، انا امنياتي ان انا الحكم بتاعي يبقى في كاس عالم، امنياتي ان الحكم المصري طبعا انا عايز حكم زي محمد صلاح كده في شهرته. عايزين كده من كابتن عصام.